فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كل المساجد في الوقت الحاضر فإنها في فصل الصيف لا تبرد بصلاة الظهر، فهل معنى ذلك أي إيه؟ لأن الناس في أعمالهم هم مثل من أول يقيلون قبل الظهر، تشوفون أحد يقيل الآن قبل الظهر؟ ما في أحد، اختلفت العادة الآن، ما دام الناس في أعمالهم وفي وظائفهم يؤذن في صلى في أول الوقت. نعم، لكن لو كانوا يقيلون مثل منوح خلهم يقيلون إلى ما أن يبرد الوقت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.